السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير. اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا اشترك في القناه، تبدا ديما يوصلوا اللعب. نشوفوا 5000 فوري ديال غطا غطا، تاني عندنا الكروسه عندنا 18 البارتو، غطا تاني خرجنا في اللعبه 17%. المهم هاد 17 ما يخسرش دابا، نبقى نعطيكم انا داك رقم واحد اللي ما يخسرش عبا، هذاك التاني كنزيد لكم ديكم في الشك. بحال ما عطيت لكم 7 و5، صدق ما جاش الخمسة وجا 7. المهم غدا 7 هو اللي خرجنا 100% ما يخسرش في الديرسي. كاين هاد 18 خرج ليا توا في الديرسي، ولكن زدت لكم هنا والله الا مش كاين ولا ما كاينش. راه الا ما كانش هاد 18 مع قلت انا مع 17 في الديرسي غادي يجي مع 3 ضروري. المهم 5000 فوري ديال غدا هما 17 و16 و12 و18 و15، وعندنا هاد 15 هو ولا 11، عقلوا عليه، يا اما 15 يا اما 11. قلت انا غادي يجي 5 يجي هو 5 في الاريفي. عندنا 12 تروازيام فافوري، وعندنا 17 البولا زدناهم 3 كروت 14 و7 و5، وعندنا 9 ولا 3 قلنا واحد فيهم. انا راه اليوم كنت كمان ندير هذا الفيديو هذا مع هذا الشيء باش يهرب ليا اللعبة والتاني ديال الديرسي. نحمل كاع مازال ندير هذا الفيديو، وهذا الشيء اصلا تيطلع الزعف اذا ما كتجبدش اللعب. عندنا 17 ولا 12 قلت انا واحد فيهم، 17 اللي عندي ما يخسرش. عندنا انا عاود تاني لاباس 17 16 7 دونجير، هاد السبعة هذا قلت انا يا هو يا رو 12. هما التوكر تاع الديرسي 7 ولا 12، تقريبا 7 توكار راهو كاين في التوكر. اما 12 هي تروازيام فافوري، هاد 12 خرج ليا تا هو ما يخسرش، هو مدوبل هنايا، ولكن انا ما غاديش نلعبو غادي نلعب 17 18. 17 قلت انا غادي يجي مع 18، وقلنا 7 دونجير، 7 يقدر يجي تا هو في لاباز. هو هابز اللي درت هنا، درت 7 و18 و17 و5، لأنه قلت أنا 17 هادو ما عندي ما ندير بيهم، 16 و12 ما راه ممكن يجي 4 أيام 5 كاملين. المهم أنا ما عندي ما ندير بيهم، تتبقى هنا تاني هاد 5 و16، 5 توكا راهو كاين هنا، و16 دوزيام فافوتي هو، يعني واحد فيهم قلت أنا غادي يجي في التيرسي، قلت يقدر يكون هاد 5 هذا. وحطيتو هنا 4 أيام، وقلنا 18 17 100%، وقلنا 18 تا هو خرجينا في اللعب. يبقينا 7 ولا 12 كيما قلنا، 7 إلا جات بوكار ولا جات 12 غادي يجي تروازيام فافوري، ولكن أنا قلت 7 اللي غادي يقدر يجي هو اللي توكار. عندنا هنايا التوكار 3 ولا 18، 3 ولا 18 ضروري غادي يجي واحد، قلنا 7 ولا 12 ضروري غادي يجي واحد فيهم. تيبان لي انا هاد 7 هو اللي غادي يلعب هو اللي توكال، مال 12 فافوري واخا معطينا 12 تا هو ما يخسرش، ولكن انا ما عنديش نلعب هادو كاملهم فافوري. وغدا اصلا البريك فيه 120 مليون، يعني البري ديال الفافوري يعني يقدروا يجيبو هنا 3 حتى 4. المهم انا خرجت لي هاد 17 وخرجت لي 18، وكيما قلت لكم هاد 11 ولا 15 غادي يجي شي واحد فيهم 5 أيام. ما عقلوا عليهم. عندنا التوكر هنا 3 ولا 18، 3 ولا 18 ضروري يجي واحد فيهم في الديرسي. 3 هو توكر، 18 اصلا قلت انا 18 ما يخسرش، يعني 18 قلت انا غادي يجي مع 17 في الديرسي. الجوج 8 حتى شي واحد ما لعبهم تقريبا، نقلب عليهم بعاد، يعني التوكر بعاد. عندنا 5 ولا 10، الخمسة قلت انا هي اللي تقدر تجي، لان الخمسة خرجت لينا هنايا في الباص تاع الجيميني. هادو ضروري نقول لكم انا كل جوج واحد فيهم، وعلى الترسي على 3 اللولين ممكن يجي هو كطريا مش عارف، ولكن فاش نقول لكم انا كل جوج واحد فيهم يعني تقدر لكم هي الترسي. كما قلنا 17 و5 خرجت لينا تاع السبعه هادي، خاد 12 هذا تاع هو صعيب يتقتل. المهم انا ما لعبوش، واللي عنده صحاح يلعبو، مش ما قلت بعيني ولا شي حاجه وخرجت عليه. عندنا غانانت، غانانت حط 16 17 18
واتناشر وسبعة وتلاتة والخمسطاش وربعطاش وتسعود والخمسة والعشرة. قلت انا السبعطاش ما يخسرش في الترسي وزدت ليها 18، تبقينا هاد السبعة والتلاتة قلت شي واحد فيهم، قلت انا تقدر تجي هاد السبعة والله اعلم. قلنا 11 ولا 15 يقدر يجي واحد فيهم سانكيام، يقدر يجي هاد 15 هاد 12 هذا. المهم انا ملعبوش، اللي عنده صحيح يلعبو ماشي يتبعني يقتلو. فتبقى لينا 10 ولا 5 هادو راه يجي فيهم شي واحد، قلت انا هو 5 ما يقدر يجي. المهم هادي هي لوباز اللي خرجت لينا، حطيت لكم هنا 7 18 17 5 تسعير الجامعة الخوت.